لا ولو حد ياخد برضه لازم يدفع ثمن عشان احنا بنغير هو اصلا عامل كام والله لا بقول لك كل الطاقه دي انا من كده بس اكثر شويه ايوه بس ده كام بقى ما اعرفش لان ده حجمه بسيط ومش يعني يبقى رخيص خالص احنا بنبيع على ده كده بيجيبوا لكم ازاي بقى العربيات واقفه بره العربيات بيجي بالثلج في العربيه كده وبيبقى فيه في بلالين كراتين ايوه ده مجمد مثلا لا